على المشاهدين ديالنا وتحاولوا تبارطاجيو وفرجه ممتعه وفرجه ممتعه. وراكم توحشتوني وراني عارف بزاف ومرحبا بكم. هذا عبد الغني العجله سي وسيم. اي هاي ربح مازال دابا ما مساليش، راه الصين يجي نصبه اللي بغى يعيد على شي حاجه تا هو خليه لي تعيد. هذا كيعلب وكيشرب تما. الناس اللي كتبغى تعيد بالحوايج تسمع واحد سلعه الخروف العريان طبيعي، ما كاين ما كاين لا الوصفات كاينين طبيعي. العدسه واش حاجه داخل الوطن وخارج الوطن؟ خرج 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 خلف القرينه. السلعه الاخرى دابا نشوفوا عندك السلعه. هذه السلعه هي غادي ان شاء الله كنوجدوا فيها العيد. وعليكم وعليكم السلام سي عبد الغني بخير. كي داير بخير؟ كي داير بخير كلشي. جينا عندك اليوم عطينا فوائد على الكتيبه كيفاش تتعامل معاه. مرحبا مرحبا. اش اش حاط لي هنا العلف؟ العلف ديالاش دابا كنخلط لي هذه العلفه ديال العشيه. العلف ديال العشيه هذه دابا فيها التبن وشويه ديال الشمندر. التبن وشويه ديال الشمندر. التبن وشويه ديال الشمندر. هادي التبن وشويه ديال الشمندر. التبن كنفزقو مع شويه ديال الشمندر. هذا هنا هاد العلف ديالاش هنايا هذا كله كيتخلط. هادي دابا الماكله ديال 40 بيمة. هادي الماكله ديال 40 بيمة فيها سطال سطال نقوله سطال ديال الشعير وسطال ديال الدران. هادي النقوله كنديرو ليها بحال هكا. الشعير تا هو الكبو باش بنادم يعرف كيفاش يستعمل كيفاش يستعمل كيفاش ديال الكتيبه. الرويزيه هي كتشوفو فيها العنكب وكل شيء. بغينا دابا غادي النخال. هادي النخال عيط عندنا شويه المشهور هذا الا كانت شي حاجه متيسعه من الاحسن. أي. شي حاجه متيسعه صافي وكنمشيو مع بالخلاط ديالي. غنوريك كي عندي لي ماشي ماشي بكسكس ماشي مخلط باش البهايم ما تاكلش النخاله بحوده. الا كانت النخاله بحوده تعزلت ضره شويه. اي حتى كنمشيو معاه بحال الكوكي تخلط. سي اسامة كيقول لك الساب كيضرب تمارة باش ياخذ المنتوج. ضروري ضروري شويه لا يبدا من تمارة. هاد العام البهايم ما سلكناش فيها. سلكتيش؟ البهايم ما سلكناش فيها هاد العام. بغيت تشوف السلعة أسامة؟ أبغى نشوف السلعة بالناس اللي بغاو يتقداو. مرحبا بكم مرحبا مرحبا بكم كلشي. الناس اللي بغا يتقدا شي حول العيد. مرحبا ومرحبا بالمشاهدين. تعال معايا سي أسامة. ثاني ثاني سيدي مرحبا بك. هي الكسيبة عندك هادي؟ هي الكسيبة هادي. تا سي أسامة هادي شتا فيها خرفان ديال لانوكت؟ واش 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 هذا بواه هذا الخروف؟ بواه 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 بواه. دابا هاد العتروس اش معاودي على البهيم؟ معاودي على البهيم كيفاش مزيان مزيان لقتو هذاك عايشوا ذبحوه وخلي المشاهدين. هلا الا بغاو المشاهدين راه يصبر مع السي عبد الغني في الثمن. مرحبا بكم مرحبا بكم خارج الوطن وداخل الوطن المشاهدين كلشي. الاثمنه كي دايره هاد العام ديال العيد الكبير؟ غادي يكون الثمن زايد ولا يكون الثمن في المستوى ديال الاثمنه؟ حنا ما كنسوقلوش هنا ديما كنديروا الاثمنه مع الدرويش. الاثمنه مناسبه عندنا خاصك الدرويشي كلهم عند الدرويش. اللي بغا شي حاجه مرحبا بي. اش عندك السي عبد الغني السلعه الاخرى؟ دابا نشوفوا عندك السلعه. هات يد العيد انا تحط فيها بلا هي خرج 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 خرج
شحال حاجة مليحة هذي؟ اه الورد صافي، هادشي البدرية هادشي صافي، الورد صافي. هاد الحاولية شفتهم بحال بحال هاد الحاولية كيتشاف. كوامات كوامات كل خروف هادو. كوامات تما الناس اللي كتبغي تعيد بالحاولية. اه تسلعة واحدة سلعة واحدة خروف العريان. طبيعي ما كاين لا الوصفات كاينين. طبيعي العدسة التوب التوب عند النيل وشي حاجة مليحة. طبيعي طبيعي شي حاجة بس السلعة ماشية واحد ولا جوج. أنا كلشي والمواصفات ضروري. الحاولية اللي ياكل في السواد ويمشي في السواد كلشي يديرو في السواد. الناس اللي باغي تعين على رباعي شحال قلت لعجلة سيوزير. أي. أي. تعور باعي. اللي بغاش حاجة ألف مرحبا لي. بغيتي نعطي النمرة ديالي ألف مرحبا. عطي النمرة ديالك باش الناس اللي صاحبك. هذا في واحد ديال واحد 20 صاحب لنا. مرحبا. هذا خليه هذا. أي النمرة ديالك باش الناس ي. مرحبا. 06 32 09 39. عاود. 06 19 39. اللي بغا يتصل مرحبا به، حنا الاثمنة في المستوى. الثمن مناسب على حساب. الثمن مناسب، واللي بغا يخلد حيته حتى العيد مرحبا، حتى اللي تعرفه. اللي ما كيموتش. اللي بغا يحل يبغى يخلي شي حاول يديروا العيد مرحبا. اي طبعاً يدير الطالق. يطلعوا يديروا. أخرى جات تيجي على هذا المجهود اللي كدير معنا باش تنصب شي حاجة مليحة. كلشي اللي خاصه شي حاجه مرحبا بي وديال سي اوسيم. مرحبا بي. راه وراكم الكسه وعبد الغني العلف وكلشي. فين هاد الجدي تا هو اللي كان الناس كتعيط عليه؟ اه اللي بغى يعيد على شي حاجه تا هو خليه لي تا العيد. هذا كيعلف وكيسرح. هذا شي حاجه مزيانه، شي حاجه نيلو، حاجه مليحه. لا بغا شي لا بغا شي واحد يعيد لي نخليه لي تا العيد. الف مرحبا بكم. دير مع الثمن وخليه تا العيد. دور دور تاو السلعه كامل. اخبارك؟ راه السلعه مليحه عندك. هادي شي حاجه ديال لانوك. السلعه ديال لانوك. شد داك الصغير. اه شد داك الصغير. شوفي شوفي الكسال. كساب عبد الغني عنده سلعه مليحه وعنده شي حاجه مزيانه للعيد. وشا هادي راه غبرنا عليهم شويه، راه توحشونا وقول لهم سمحوا لينا نسدي لكم. عبد الغني معاكم مليح ونصبر معاكم في الثمن، والغنم نعطيكم الغنم الطبيعيه. شي حاجه زور لا مقص لا يديك لا يجيبك. شي حاجه رطبه. شي حاجه مليحه ديما صريحه الهضره ديالي. واللي بغى يتقبلها مرحبا، واللي ما بغاش يتقبلها الف مرحبا. واللي بغى يبيع ويشري معايا وعيط ليا، يعيط ليا على المليح، يعيط ليا على المليح ونتفاهم انا وياه. ماشي مشكل نتفاهم انا وياه. الحوليه الحوليه هي سي اوفيم. تعال نوريك السر. شي حاجه عنده مليحه وشع... وعلى العلبه عندك طبيعي. طبيعي اه انتم اللي باغي اللي باغي يعيدوا تا هما بالحوليه. الورد الورد حاجه مليحه. الغلم شويه قبيحه ما مولفاش يدخل عند بنادم. اش يعرف دابا هي السلعه. خروف شحال كياكل من كيلو؟ خروف اي شحال كياكل من كيلو؟ كنعطي دابا نص كيلو. فاش اللي كنعطي دابا نص كيلو الخروف كياكل نص كيلو. من هنا لهادي شهرين دابا نكمل لي حتى الكيلو. غتكملي حتى الكيلو؟ اه حتى الكيلو غنكملي. لا واخا كتشوفنا كنضربو تمارة وهادشي وكتقول العلف غالي وهادي كنصبرو. كنصبر اه كنصبرو ولا كاين المشاهدين دابا دابا كتوكلو مع اول نص ماشي جيعانة.
ما مولفاش بنادم ما عمر شي واحد شاف. ولا كاين المشاهدين ديالنا عزاز حاجه كنعطيهم شي حاجه للكارانتي، ضاربين عليها تماره وعرقانين عليها، ولا وفرنا لهم شي حاجه كنوفروها لهم مقيد. وقول لهم الف مرحبا بكم خارج الوطن وداخل الوطن، وعبد الغني معاكم في قناه تي في خارج التي في خارج التي في. مرحبا بكم، واللي بغى شي حاجه مرحبا به، واللي بغى الحولي ديالو يجي مرحبا به ويجي رشمو، واخا يخصه واحد يجي رشمو ويخليه العيد. واللي بحوله الفحوله الفحوله اللي بغى يربي نعطيه السلعه اللي بغى يربيها، اللي بغى يربيها تيفوت العيد. واش عرفتي واش فهمتي علاش؟ اييه شي حاجه اللي بغى الفحالي معاه عيد السلعه ديال لانو. خلي يدك عليا السلعه ديال لانو، وبوها ديال لانو، وموات ديال لانو كل مزوقين. دابا مزوق خرجوا لك شي فرق زوين. شي لا بعت لي شي واحد وخلاه تيفوت العيد يخلي بالكارانتي. بالنسبه للفحال بالنسبه للفحال والسلعه ديال العيد، لا بغى شي واحد اللي حب خاطرو بغى يذبح يذبح، ومن الاحسن واللي ياخذ من عندي المنتوج من الاحسن يخليها فحوله كامله. ما تذبحش باقا في الزياده. وتبارك الله عليكم، حنا الناس اللي كتشكرنا ملي كتذبح، ناس بزاف هذيك الشكر ملي كيشكرونا كنفرحوا. في العيد الناس ملي كتذبح وكتصيب داك الشيء نقي كنفرحوا بزاف. السيد الملك يهضر معاك يقول لك الحولي ديالك صدق مزيان وهادي هذاك هو الربح اللي بقى عندنا. داك هو الربح اللي عندنا، وكنصبروا مع الدراويش. كي راك عارف كيجي شي درويش في العيد، كيجيو الناس دراويش بزاف في العيد عندنا. اييه كيف يقول لك انا ما عديش وتعاون معايا. دابا كاين دابا التوبه سخاك الله والكذب والله. تعاون معاه في الثمن، تحاول تصبر معاه في الثمن. حنا راه هانتوما كيما تشوفوا راه حنا والله تضاربين تماره. تضرب شي يقول لك الساب ضروري تضرب شي، اما لو بغيت تضرب شي مالا كتربح المنتوج ديال السلعه. كتربح المنتوج ديال السلعه، وعدنا باغي نربحوا الناس. ما تربح الناس. عندنا باغي نربحوا الناس دابا واش فهمتي؟ عندنا باغي نربحوا الناس، حنا راه شاكرتنا الناس هذاك هو الربح. اي. الحمد لله باغي نبقى وجوهنا حمري. وجوه حمري قدام الناس باش الناس لا تلاقيتي معاه شي مره يقول لك. الناس بزاف كيشكرونا الصراحه مزيانه. اي. كنشكر المتتبعين ديالنا خارج الوطن وداخل الوطن. اييه ورا توحشونا بزاف. اييه بغينا ربي يعاد عليكم شويه مقايد لكم الفيديوهات توحشونا بزاف، والناس كتشكرنا والله حتى الناس كتشكرنا في التليفون. واللي كاين اللي ما يعرفناش كيشكرنا في التليفون. اييه دابا انا معايا باقا تعمر البيت بالمذاب. كنمشي دابا الناس عندي كنشوف السلعه. دابا كتشوف السلعه؟ نشوف السلعه اللي كنبيعو نشري بها. دابا شي مرة غندير شي فيديو غنشوف السلعة دابا اللي كان عندك ديال البيع والشراء. هاد السلعة اللي درتي ليا الفيديو ديال الكسيبة هادي. ديال الكسيبة. هادي ملي كانت باقا صغيرة مربية. اي. ديال السلعة ديال البيع والشراء. كنمشي نشري هادي مع صحابي بالكارانتي تاهي، ماشي شي شرية. كتشري كتشري شي حاجة مليحة. شي حاجة مليحة كنشري، ونصور الكليان ديالو ونجي عليهم ونقنع معاهم. ديك البركة اللي كناخد حلال. ما نكذبش على الله. اي. صافي. يلا الله يعاون تبارك الله عليكم.